إلي نصر راح يكون إلى جيمبي. إلي مبروك فوزكم باللقب 3-0. شو بتعني لك هالبطولة للمرة الثانية على الطاولة عم تحرزها مع نادي الرياضي؟ هاي السنة بتعني لنا كثير. أول شيء عم نأكد إنه فريقنا فريق كثير كبير. ثاني شيء بتعني لنا إنه هيدا دوبلي السنة، أول نادي لبناني بيعمل دوبلي بالشباب وبالبنات. كان سيزن طويل، كتر خير الله بقول انه قطع. كان عندنا شوية اصابات، كان عندنا كثير تخطيناها كلها سوا، كان عندنا انتصارات، يعني عملنا قطع الفريق من دون ولا خسارة. بدي اشكر هون كثير كثير اللعيبة، الستاف الكبير، كوتش مروان دياب، ماريو ابو خليل، بشير، ماريان، اكيد رح انسى وليد يموت. بدي اشكر كمان، بدي اقدم هالفوز الثمين لجمهورنا الكبير، لادارتنا خصوصا استاذ هشام الجرودي، وبشكر على تضحياته. كمان فوز باسمي واسم البنات الابطال لتمام، وبقول له انا هذا الشغل شغله، هالزرع الطيب اللي زرعناه سوا والاخلاق العاليه اللي عم يتصرف فيها بتوصل لهالنتائج الحلوه هيدي. بدي اشكرك لك كمان، وبدي اشكر لعيبتي على السيزون الطويل وعلى المجهود الكبير. اولا الكابتن شدا وريبيكا، يعني عقل وشيرين والكل.